عشرات النجوم في العالم مثلوا أنديتهم ومنتخباتهم خلال 20 عاماً الماضية. في خط الهجوم برز العديد من الأسماء، كان على رأسه ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. في خط الوسط برزت حقبة تاريخية في عالم الكرة تشكلت من سيرجيو بوسكيس وأندرياس أنيستا وتشافي هرنانديز، الذين شكلوا عماد الجيل الذهبي لبرشلونة والمنتخب الإسباني لسنوات طويلة، فضلا عن مودريتش وكروز ومسعود أوزيل. في خط الدفاع كانت هناك الكثير من الأسماء، منها جوردي ألبا وجورجيو كيليني وراموس وبيبي. وعلى صعيد حراسة المرمى كان الأبرز جان لويجي بوفان ومانويل نوير وكلاوديو برافو وفيكتور فالديز. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.